مرحبا مواليد برج العقرب، معكم كارمي شماس وبدي أخبركم عن الأسبوع يلي بيبدأ الاثنين 17 حزيران يونيو وبينتهي الأحد 23 حزيران يونيو. هيدا الأسبوع يشهد تغيير الفصول، بيبدأ فصل الصيف الليل الجمعة 21 حزيران يونيو بتمام الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت، يعني الساعة 4 بعد ظهر توقيت العالمي. كيف رح بيكون هيدا الأسبوع؟ البداية من يوم الاثنين 17 حزيران يونيو. الاثنين 17 حزيران يونيو في عنا فول مون، في عنا مواجهة بين القمر والشمس. الشمس موجودة ببرج الجوزاء والقمر موجود ببرج القوس. هالمواجهة بالنسبة لك تقع في البيت الثاني والبيت الثامن، يلي هو بالنسبة لك هو انتباه واهتمام وتسليط أضواء على المسائل المالية، على الفواتير، على حساباتك المصرفية، وأيضا يمكن لأنه ما بتشتغل مثلا أنت طالب تتسلط الأضواء على نتائج امتحانات أو على امتحانات معينة، أو يمكن على علاقة مساومة مفاوضات على ما تملك وما أنت تقدر بتعتبره أنه شيء مهم لك. فبالتالي يوم الاثنين يوم مهم لمواليد برج العقرب، لانه مولود برج العقرب عنده كثير من كبريائه وما بحب انه كثير من الناس انه تتطفل عليه. انتبه على كل من بعض المصاريف. الساعة 7 مساء بينتقل القمر من برج القوس لبرج الجدي وتتحسن الظروف، تستمر الاجواء الحلوة كل يوم الثلاثاء وكل يوم الاربعاء، اجواء لطيفة حلوة ناشطة مغذية لأفكارك، مغذية لحماستك لتفاؤلك، أجواء مهمة بترافق مولود برج العقرب وبتشجعه لحتى يشارك بنشاطات فكرية اجتماعية وغيرها. ما حدا قدك، ما حدا في يربحك، فما تخاف من شيء، كون جريء مولود برج العقرب، وأصلا ما بدك مني عزيمة دعوة لحتى تكون جريء، لكن نوعية الوقت رح بتكون كتير جيدة ومناسبة لألك. فروح على الامتحانات، حجوز مواعيدك، اتحرك واحكي، في حركة والحركة فيها بركة. الخميس الجمعة والسبت القمر موجود ببرج الدلو يلي هو بالنسبة لألك البيت الرابع، فما غريب انه تكتر على مولود برج العقرب بهالثلاث ايام قصص وحكايات شخصية، إن كان من خي، إن كان من أخت، إن كان البيت، إن كان من الأهل، البي، الأم، حتى بحياتك الشخصية بتحس حالك شريكك بالحياة، أولادك، البيت بحد ذاته، بتحس إنه في حركة وعم بيشغلوك شوي وعم بيلهوك عن أمورك اليومية بالشغل أو بالدرس. في بعض المزاجية، لكن بحب أقول لك إنه الجو العام منه سلبي. هلأ الحلو إنه بيبدأ فصل الصيف بالتاريخ اللي قلت لك إياه، وبتبلش الأمور تتحسن نسبياً. صحيح في تعب، صحيح في متطلبات عائلية شخصية، لكن بالنسبة لك بتبلش تلاقي نتائج حلوة وميسرة. تقريباً بكل شيء بتشتغله بلش تلاقي نتائج. وبالتالي السبت مساء 5 مساء توقيت بيروت هي اول بوادر الغيث، اول الامور الحلوه بتحس فيها، في ايجابيات كثيره، في نفسيه حلوه، في ضحكه حلوه. اذا ما بتسمعني بدك تقول وتفكر ليه حاسس حالي هيك مرتاح وتغيرت الظروف. بيستمر هالجو الحلو الاحد كل الاحد ايضا، وبصراحه هي الفتره الافضل. الأحد هو أفضل يوم بالأسبوع، أفضل يوم على الإطلاق، ويمكن يكون من أفضل يوم باقي بشهر حزيران يونيو، في غيره بس إنه أفضل يوم بهيدا الأسبوع. لأنه القمر صار موجود ببرج الحوت، هو وصل لبرج الحوت الساعة 5 يوم السبت مساء، فالأجواء بتصير معك 100%، معك 100%. فاستغل الأجواء، استغل لما بتكون نشيط وناشط فكريا، واستغل الوقت لما بيكون الحظ معك. أسبوع جيد ومثمر.
الأكثر حظاً مواليد 11 ل 18 نوفمبر تشرين الثاني. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، أسبوع مفيد، حتى لما الأمور بتكون شوي بتضايقكم، لكن ما في شيء سلبي أبداً على الإطلاق. بدي أتمنى لكم نهار حلو، تابعوني رجاءً بالأبراج اليومية باللغة الإنجليزية واللغة العربية. بتمنى تعملوا لايك أيضاً وتشاهدوا الفيديو باللغة الإنجليزية. هذا بيكون تشجيع منكم. ودعكم، باي باي.